هذا واستنكرت جمعية الصحفيين البحرينية استمرار قناة الجزيرة القطرية نهجها العدائي تجاه مملكة البحرين ومحاولات النيل من مكتسباتها الحضارية التي جعلت العالم كله يثمن ويشيد بالطفرات في الكثير من المجالات المهمة التي وضعت بلادنا العزيزة في أعلى المراتب، علاوة على أن البحرين تنتهج الأساليب الدبلوماسية في معالجة خلافاتها مع الآخرين، ولا تجنح إلى أسلوب المكايدات الذي تمارسه قطر عبر ذراعها الإعلامي المعروف بدوره في زعزعة أمن واستقرار البلدان العربية. وأوضح البيان الصادر باسم إدارة وأعضاء الجمعية أن الممارسات القطرية الواضحة والمكشوفة في العداء لمملكة البحرين وشعبها باتت تسيء لها وتفضح نواياها ولا تحقق لها أي مكاسب كما يعتقد حكام الدوحة، لأن محاولات الإضرار بمصالح الآخرين وتشويه سمعتهم سيرتد لما قام به عاجلا أم آجلا، وأن مجرد بث برنامج تلفزيوني لا يؤثر على البحرينيين في مسعاهم تجاه تحقيق التنمية المستدامة في بلادهم العزيزة. وأشار البيان إلى أن جمعية الصحفيين البحرينية تساند كل الإجراءات التي تقوم بها وزارة الخارجية في البحرين، مع التأكيد بأن ما تقوم به قطر تجاه مملكتنا الغالية غير مقبول، لأنه يتناقض مع مبادئ حسن الجوار وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا.